ملخص الأفكار الرئيسية للوحدة السادسة. تحدثنا في هذه الوحدة عن جذور التعليم، وأشرنا إلى المدرسة الأولى في غار حلا، والمدرسة الثانية في دار أرقم إلى أبي الأرقم، ثم المسجد بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم أشرنا بشكل عام إلى أنماط التعليم اللي كانت موجودة في المملكة، وإلى بداية تأسيس وزارة التربية أو وزارة المعارف. أشرنا إلى 3 مستويات للإدارة: التعليم العام، ما يسمى بالإدارة العليا للوزارة وهيكلها وهدفها، كما تمت الإشارة إلى الإدارة الوسطى إدارة التعليم، ونقصد بها الإدارة العامة للتربية والتعليم في المناطق، وإدارة التربية والتعليم بالمحافظات، حيث تمت الإشارة إلى أهدافها ومسؤولياتها، كما تمت الإشارة إلى الإدارة الإشرافية إدارة المدارس، وعلاقتها بإدارة التعليم وسلطتها ومسؤولياتها والدور التي يلعبه في التعليم، كما تمت الإشارة إلى أهداف التعليم في المملكة بالإشارة إلى أهداف التعليم بشكل عام، ثم أهداف كل مرحلة تعليمية، فتمت الإشارة إلى أهداف التعليم الابتدائي باعتبار القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الطلاب للمراحل التالية من حياتهم، وهي مرحلة عامة تشمل أبناء الأمة جميعا وتزودهم بالأساسيات من العقيدة الصحيحة والاتجاهات السليمة والخبرات والمعلومات والمهارات، كما تمت الإشارة إلى المنطلق أهداف التعليم المتوسط، وهي مرحلة ثقافة عامة غايتها تربية الناشئ تربية إسلامية شاملة لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه، ويراعى فيها نمو وخصائص الطور الذي يمر به الطالب، وهي تشارك غيرها من المراحل التعليمية في تحقيق الأهداف العامة من التعليم، كما تمت الإشارة إلى أهداف التعليم الثانوي باعتبار المرحلة الثانوية ذات طبيعة خاصة من حيث سن الطلاب وخصائص نموهم فيها، وهي تستدعي ألوانا من التوجيه والإعداد وتضم فروعا مختلفة من التخصص، وهي تشارك بقية المراحل التعليمية في تحقيق الأهداف العامة للتربية والتعليم. تمت الإشارة إلى مرتكزات الأهداف بشكل سريع، وليس مطلوب منكم أبناء الطلبة التوسع في الأهداف التفصيلية، ومن أراد الاطلاع في هذا الجانب فموجودة في الكتاب المقرر، تم إشارة إليها في الصفحات بشكل محدد، وهناك لوائح تنظيمة موجودة في موقع الوزارة على الإنترنت، يعني ممكن العودة والاستزادة في هذا الجانب. كما تمت الإشارة أو تم تناول القواعد التنظيمية لمدارس التعليم الأساسي بالإشارة إلى مكونات هذه القواعد، كما تمت الإشارة أيضا إلى مسؤوليات العاملين في المدرسة بشكل عام، مسؤولية مدير المدرسة وكيل المدرسة والمعلم والمرشد الطلابي والمجالس واللجان المدرسية ومحضر المختبرات، ومسؤوليات الكاتب ومسؤوليات العامل المستخدم ومسؤولية حارس المدرسة وأمين مركز مصادر التعلم والمكتبة.